يا جماعه انا اخترعت اختراع هيغير تاريخ البشريه دي للابد. مصطفى اصل ما قصيتش ده عمري من اول بشريه. لا 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 انا بقدم لكم ال يا مسيحة أحلى. صدق معبرة فعلا؟ اه ياحة أحلى. ويا ترى بتعمل ايه بقى الياحة دي يا باشا؟ لا 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 انا اللي مخترعها وسميتها النار. النار دي هي اللي هتدفينا في عز التلج بدل ما احنا بنموت كل يوم والتاني من البرد. النار دي هي اللي هتنور كحل الليل يا ابن اللعيبة. صدق انا من اول بشرية مش عارف اولع البتاعة دي. ايه دي؟ مش عارف. يا كفيلة يا كفيلة انا اكتشفت اكتشاف هيغير تاريخ البشرية. مصطفى؟ لا انا اكتشفت نفسي. يعني قعدت مع نفسك وقعدت انا بضميرك وكده؟ يا عم لا انا اكتشفت نفسي. ايه انا شايف نفسي فعلا؟ يا جماعة بقولكوا ايه؟ تيجوا ناخد نفسي مع الشجرة؟ يلا ناخد نفسي مع الجبل. يلا قولوا حجري حجري. يا جماعة جات لي فكرة. ايه؟ تعالوا ناخد نفسي مع الياح. لا 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 اسمها النار. انا اللي مخترعها. اسمها النار. جمارة كمان يا اسطى كمان كمان. والنفس باظت. بما ان انتوا في مود اختراعات وكده يعني ما حد يخترع لنا حاجه نطفي فيها البتاعه دي. ايه دي؟ مش عارف. يح بح كده الياح بح بتعمل ياح تاني اسمها نار برضو.